استاذ محمد فيصل احد الاعلاميين المؤثرين. استاذ محمد اليوم لقاء طيب في معرض الكتاب، شو بتحكي لي عنه؟ حياك الله. الله يكرمك يا رب. والله نحن انا حكيت في مقابلات سابقه عن اهميه هيك معارض، هيك نشاطات، وعن اهميه تسليط الضوء عليها. شوف، نحن خلال الجوله الماضيه اجتمعنا في شخصيات كثير، شفنا ناس كثير عندهم افكار مغلوطه عن ادلب، انه ادلب هاي مثلا فيها فقط مجازر، فيها قصف، فيها قتال، فيها دم، فيها خطف، فيها كذا، لكن الواقع مختلف تماما. انه فضل الكل على ادلب، شوفوا ادلب كيف مثلا فيها الجامعات، في عندنا المشفى الجامعي، في عندنا الاماكن كثير متطوره، في عندنا اماكن ثقافيه. هلا هذا المركز الثقافي اللي صاير فيه هذا المعرض بيعطي صوره مشرقه عن المكان اللي نحن فيه. انا كثير بندعم هيك نشاطات من خلالها نوصل صوره للعالم اجمع عن هذا الشعب، انه هذا الشعب حي، هذا الشعب قادر انه ينهض من تحت الانقاض، وما بينهض متعب، بينهض هو رافع في ايده كتاب. صحيح. هو رافع في ايده فكره، هو رافع في ايده ثقافي، انه انا قادر اني انهض من جديد، وانه انا شعب مثقف، قادر اني اقرا، قادر اني ابني، قادر اني اتعلم، قادر باني ابني هاي البلد. نحن شعب قادرين انه نبني باذن الله رب العالمين. محمد، كاعلامي انت غطيت كثير فعاليات وانشطه في المنطقه، برايك شو بيميز معرض الكتاب عن غيره من النشاطات؟ طبعا اللي بيميز المعرض انه انت في هاي المدينة وصلت لمرحلة من الاستقرار، أنه أنت مثلا تسوي حدث ضخم مثل معرض الكتاب في منطقة يفترض أنه هي منطقة حرب، فأنت قدرت أنه أنت مثلا هاي المنطقة تصير مستقرة، هاي المنطقة تعمل فيها جامعات، فهي الجامعات، وجود الجامعات، وجود المدارس، بناء القطاع التعليمي عموما، لازم يكون في شيء يلفت الانتباه أنه صار في عندنا هذا التطور. فبالتالي معرض الكتاب يعطي مثل قلت لك صورة مشرقة عن المكان، أنه أنت مثلا صار في عندك معرض كتاب، بالتالي عندك كل هاي الأمور صارت موجودة، وفي مشاركات مثل ما شفت أنا غير الكتب. طبعا في 150 ألف نسخة كتاب أنا مثل ما شفت، في مثلا في 43 دار نشر، في هاي المعارض الموجودة، في أمور مثلا خاصة بالأطفال لبناء الأجيال، لأنه نحن وقت اللي بنبني الجيل نحن عم نبني البلد. لأنه ليك لقلك شغلي، هذا البلد إذا تدمر العمران فيه ممكن نرجع نرممه، لكن إذا تدمرت الأجيال صعب ترميمها. البناء الدمار الحقيقي هو دمار الأجيال، فنحن لازم نشتغل على بناء هاي الأجيال. كلام طيب أستاذ محمد، كل الله شكر لك. حياك الله. أهلا وسهلا فيك.